مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الفضاء الثقافي. هذه الحلقة ستكون حلقة أدبية بامتياز، يعني سنحاول أن نخلط فيها بين الشعر الفصيح والشعر الحساني والنقد والتخطيط الثقافي لثقافتنا ككل. أستضيف في هذه الحلقة شاعرا غنيا عن التعريف، الدكتور وشاعر الكبير الديوي اللادبة، وهو طبعا لا يحتاج إلى تعريف بالنسبة لكم لأنه أحد شعراء جيل القصيدة الموريتانية الحديثة وأحد النقاد الموريتانيين المتميزين الذين نشروا أعمالا كثيرة في مجلات محكمة في موريتانيا وخارجها. نشر بعض الكتب من بينها كتابه النقدي حول المقامات اللزومية عند السرقسطي، وكذلك ديواناه الذين نشر مؤخرا تأبط أوراقا ورحلة بين الحاء والباء، إضافة إلى اهتماماته الصحفية أيضا، فسبق وأن كان أحد رواد الصحافة المكتوبة في موريتانيا منذ نشأتها في التسعينات، كان يدير الصفحة الثقافية في جريدة أخبار الأسبوع وكتب مقالات أدبية وأجرى مقابلات نادرة مع بعض الشعراء والكتاب الذين لا زال منهم الأحياء والذين توفى الله بعضهم. شاعرنا أيضا عاش في الغربة فترة طويلة، درس في المغرب، تحصل على الدكتوراه هناك، وكان المتميز الأول في جامعة في كلية الأداب جامعة محمد الخامس، نشهد نحن له على ذلك لأننا عايشناه في تلك المرحلة. مثل موريتانيا أحسن تمثيل، سافر بعد ذلك إلى بلدان عربية أخرى، مثل موريتانيا في الكثير من المهرجانات والأنشطة، وأدار لجان تحكيم لمسابقات شعرية خارج موريتانيا، وشارك في برامج أيضا شعرية معروفة لديكم. لا أريد أن أطيل بالتعريف بصديقي الدكتور الديوي اللادبة لأنكم تعرفونه جميعا، وسأحاول أن أبدأ معه الآن بما عرفه به الناس. أهلا بك دكتور، شكرا على تجشمك على المجيء معنا. قبل أن تبدأ وقبل أن أبدأ معك، أود لو اخترت نصا للمشاهدين من شعرك نبدأ به هذه الحلقة ومن ثم نلج إلى قضايا أخرى. وذكر المشاهدين أننا سنتحدث في هذه الحلقة أيضا عن الدي الشاعر والدي الناقد، وسنتحدث عن أدب محمد لادب لعلاقتك به شخصيا وللمؤلف الذي أصدره شقيقكم وزميلنا وصديقنا الأستاذ حمو اللادب، وهو ديوان محمد اللادب صدر مؤخرا. سنحاول نتحدث عن إبداعات محمد اللادب لأنه شاعر، إذا كان أحمد شوقي يقول إنه يخاف على العربية من بيرام التونسي، فأنا أقول إنني أخاف على العربية أيضا من محمد اللادب. أهلا بك دكتور، أود لو اخترت أحد نصوصك لتقرأه للمشاهدين، وإذا كان لديه نص موازي بودي لو ذكرته للمشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه جلسة نشتاق إليها. شكرا. لنتطارحها بكل عفوية وبكل صدق. القصيدة التي سأختاره هي نشيد الشاعر المهاجر، لأنني كتبتها قبل العودة أخيرا إلى الوطن. جميل. والضمير فيها هنا لا يخصني بقدر ما يخص الشاعر المهاجر. جميل جدا. تألت بنات الشعر أني أميرها، تألت بنات الشعر إني أميرها، ولي من قلوب العاشقين كبيرها. الله. وسعت جمال الكون عشقا، عزفته نشيدا، فروحي في القوافي عصيرها. الله. تأبطت من أرواح مليون شاعر أساطير أبنيها ولا أستعيرها. الله. أنا ابن صميم الضاد مملكة الرؤى، ببيت القصيد البدع جل سريرها. على صهوات الريح أغزو مدى المدى، طواحين في سحق الحياة نعيرها. الله. فهل لي إلى شنقيط أوب يريحني، فكم شاقني من الجنان سعيرها. الله. ومنها ومهما تراودني سواها تبرجا، فلي كعبة في رملها أستجيرها. زوابعها تعصفن بين جوانحي، ومجرى دمائي نبعها، وغديرها هوى رئتي أنفاسها، إن تنهدت غبار السوافي أو تفشى عبيرها. الله. وفي تنفخ النايات شجو رعاتها، وياتي من أعماق الوجود نفيرها. الله. تهدهد نبضي دبدبات طبولها،
وسامرها المشهود جل سميرها. الله. يعانق عمقي في الثرى عمق نخلها وتدري ذراها الشم أني نظيرها. تطوف معي الآفاق يطوف معي الآفاق ركب حجيجها مناراتها الغاز الدياجي منيرها. مجاباتها الكبرى فتوح رباطها محاضرها ورد المناهل عيرها. بطولاتها تاريخ سيبة أرضها. الله الله. نظافاتها المبسوط دوما حصيرها. مدائنها أحزان بحر حياتها. طموحاتها خلف السراب مسيرها. غناها بخير البر والبحر فقرها هي البلد الأغنى. الله. وشعبي فقيرها. الله الله. هي لئن عقت الإبن المدينة ببرها فإني بكل الصالحات سفيرها. الله. تأبطت أوراقي. أيوة. رؤاي معارفي ولم أتأبط أي معنى يضيرها. تطوح بين الحاء والباء رحلتي وراء المعاني والمعالي أديرها وكل حصاد العمر رهن حسابها أنايا أناها والضمير ضميرها. الله الله. تأبطتها حلما تبرج في دمي مدائن فضلا لا يضاهى صغيرها. الله. فهل كل ذنبي أنني لست تافها وأن الدنا لا يطبيني حقيرها. الله 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 الله. عبرت عنك طبعا هذه القصيدة دكتور دي. شكرا. بداية دكتور بودي لو حدثتنا عن البدايات، أين ولدت، بداياتك، علاقتك بالأدب، علاقتك بالشعراء، من الشعراء كنت تقرأه وأنت في مراحل لا أسميها الطفولة، ما بعد الطفولة طبعا، حدثنا عن هذه البدايات وفي أي مكان. أنا ولدت في ضواحي مقطع الأحجار. ضوادي مقطع الأحجار. ولما أتلقى التعليم المحضري بالمفهوم الحرفي للكلمة وإنما نشأت في جو ثقافي أسري هو المكون الأساسي بالنسبة لثقافة. جميل. بالنسبة لثقافة ينضاف إلى ذلك طموح شخصي. حيث كنت في هذه الفترة أعتمد طبعا على رائد نهضتنا الثقافية في ذلك اليوم وهو أخي الأكبر المرابط والأدب شقيقي الأكبر. وقد كان متفتحا على دراساتي الحديثة بقدر ما هو متضلع إلى ثقافاتي التقليدية. هذه النافذة كنت أحاول إشباعها عن طريق الكتب الوافدة من العاصمة. عن طريق أيضا المهاجرين إلى العاصمة والعائدين حيث كانوا يعودون بكثير من المجلات وبكثير من الكتب التي يأخذونها أو تهدى إليهم من المراكز الثقافية المنتشرة والمتنافسة على الساحة الموريتانية يومها، مثل المركز الثقافي المصري والسوري والعراقي والليبي وغيرها من المراكز المتنافسة على الساحة الثقافية يومها. بالإضافة إلى ذلك كنت كلما حل قريبا من حينا معلم في إحدى القرى والأحياء أخلق معه علاقة لأستعير من خلاله الكتب والدواوين الحديثة فأخذ من عنده مجموعة ثم أقرأها على ما تيسر من الضوء سواء كان ضوء القمري أو ضوء مشعل زيت لمبة مثلا أو الشموع إلى غير ذلك من فكنت أقرأ هنا دواوين نزار قباني. أيوة. هو أول من قرأت من الشعراء من الشعراء المحدثين بالإضافة إلى الكتب المدرسية المقررة على الشعب الأدبية في تلك الفترة. كنت أستعيرها كما قلت لك من الأساتذة وأقرأها مثل الكتب التونسية في تلك الفترة، المقررات المغربية وغيرها كنت أقرأها، أقرأ الشعراء والحركات الثقافية. هذا قبل أن تدخل المدرسة. قبل أن أدخل المدرسة. جميل. هذا تحت الخيار. جميل. في البوادي. جميل. بالنسبة لعلاقتي بالشعر نشأت عن هذا الرافد المعرفي الوافد وعن بعد آخر وراثي وثقافي. جميل. وراثي ينحدر إلي من الأسرة التي أنتمي إليها. فقبل أن نتناول ما سنتناوله من قضية محمد لادبة أود أن أشير في هذه اللحظة إلى أن محمد لادبة هو الشجرة التي حجبت الغابة كما يقال. جميل.
إذن كانت فهو شاعر حجب أسرة شاعرة بكامله. بكامله. جميل، لاحظت ذلك من خلال تعريف حمل للأسرة. أيوة. أن الأسرة كانت شاعرة ولكن اشتهر هو فقط. اشتهر هو فقط. ربما لبعده الإبداعي، هذا شيء لا غبار عليه، ولكن أيضا لعلاقته بالغناء. جميل. لأن نتحدث الحناجر الغنائية هي التي تأخذ الشاعر إلى مداءته البعيدة، حيث لا يوجد إعلام حقيقي في تلك الفترة غير هذا الغناء. جميل. بالنسبة للبدايات الأولى ربما أؤرخها ب 82. 1982 كانت أول قصيدة أكتبها بطريقة صحيحة. هنا أم في البادية؟ في البادية. في البادية. هل تتذكرها؟ أتذكرها لأنها كانت حول مجزرة صبرا وشاتلة. أبيات منها قليلة. أبيات منها قليلة، وكانت على نموذج قصيدة لأحمد عبد القادر في المناسبة ذاتها، نشرت يومها في الإذاعة، سمعناها يومها في الإذاعة، وهي عرش بلبنان وذل الدمع وانسجما. أيوة. وابكي الهموم ولا تستنهض الهمم، قولوا فيها ما لا أقول، ولا لبنان قد عدم نصرا لشعب الفدا لما الوطيس حما. إني أحس سرور النصر يغمرني، ومن مصابكما قلبي ضنا سقما، فهل أشنف أذن الشمس زغردة أمذرف الدمع كالأمطار منسجما، لاف الزغاريد دون النصر فرحته، والخطب جل أسا عن البكاء وسما. ماذا نقول ولا آذان تسمعنا، نداؤنا ضاع واستنهاضنا الهمما، وشعرنا نثرنا ضاع، وما عمل في العرب ما حرك دما، ولا رحما ما حمساها، فبركان الحماس خبا، فلا حماسة ولا إباء لا شمم. لا شمم. هلا سؤال فقط، يعجبك النصر الآن؟ لا يعجبني، ولم أضف إلى إلى الدوام. إذن بعد ما هذه المرحلة، مرحلة البداوة، متى بدأت النزوح إلى المدينة؟ نزحت إلى نواكشوط في 84 85. التحقت بنواكشوط مصمما على خوض امتحاني بكالوريا الحرة يومها. وفي فترة وجودي في نواكشوط قبل أخذي للبكالوريا لفت انتباهي اليوم، يلفت انتباهي اليوم أنني شاركت في بعض المسابقات التي أجريت يومها، وكنت أحصل فيها على الرقم الأول. مثلا في قصيدة أذكرها كانت بمناسبة مسابقة في سهرة الشهر أو أيوة، برنامج الجمهور، لقاء الجمهور الشهري الذي كان، وكان حول كانت المسابقة حول الأمية، وشاركت فيها أيضا بقصيدة حازت على الرقم الأول. وأذكر منها تقريبا بيتين أقول فيها: العلم نور والحياة طريق، والجهل ليل مظلم فأفيقوا، كيف التقدم نحو غايات العلا، هل في الجهالة تستبين طريق، أيليق أن ترقى الشعوب بعلمها، ونعيش في أمية أيليق. هذا ما أذكره منها، لأن كثيرا من القصائد التي كتبتها في تلك الفترة قد ضربت بها في النهاية عرض الحائط، لأنها شعر مرحلتين وليست صحيح. ترشحت هنا للبكالوريا. نعم، ترشحت للبكالوريا، أخذت بكالوريا 1986، وكنت أنا والشاعر بباها على ما أذكر من الأوائل في شعبة البكالوريا الأصلية، وكنا ممنوحين إلى جامعة منظمة المؤتمر الإسلامي في النيجر. وأذكر أيضا أن منحنا قد ذهبت أدراج الرياح من وراء الكواليس، لأننا كنا مغفلين في تلك الفترة ولا نعرف حقوقنا. وكانوا حديثي عهد بالبداوة وبالمدينة، وكانوا يقولون لنا سننجز لكم جوازات سفر لتسافروا، والمنحة يومها كانت تساوي 40,000، ونحن لا نعرف يومها قيمة 40,000 أوقية، وربما نالها أحد المحظوظين غيرنا. فوجدنا أنفسنا بدون أن نسعى إلى ذلك أيضا في مسجلين في الكلية، حتى ونحن لم نطلب ذلك، جئنا إلى هنا بالصدفة. جميل. إذا دكتور، بعد مرحلة الثانوية تابعت في الجامعة؟
تابعت في هل كان اختصاصك أدبي أم اختصاصي أدبي؟ أدبي في الجامعة. التحقت بالجامعة. من هو ما تتذكر من جيلك من الشعراء كان يدرس معك؟ دخل معي في الجامعة، أخذت بكالوريا بالتزامن مع الأستاذ ببهة ومع بشنشة وبعض الشعراء الآخرين. محمد الطالب وسيدي الأمجاد بعد كانوا بعدنا. محمد الطالب وسيدي الأمجاد بعدكم، الجيل الذي بعدكم. جميل. إذا دكتور، هناك قصيدة اشتهرت بها أو عرفها الناس أنها لك، طبعا لأن المرحوم الخليفة وليد كان يذكرها. هذه القصيدة قصيدة طائرة تجرجع. بودي لو أخبرتنا الآن عن حقيقة هذه القصيدة، هل بعيدا عن علاقتك بالمدينة بمدينة بولاية تجانت، وبعيدا عن شعورك الإنساني تجاه من قضوا في تلك الرحلة رحمهم الله، هل لك علاقة شخصية بأحد في تلك الطائرة؟ حسب ما يقال أن القصيدة لها ردت فعل منك شخصيا على علاقة بشخص في الطائرة، هل هذا صحيح؟ ليس صحيح. ليس هناك شخص أقرب إلي من الناحية العاطفية الإنسانية من شخص. طبعا هناك أشخاص أقرب إلي من ناحية النسب. ولكن ليست لدي بهم معرفة أخص من معرفتي. زد على ذلك أن المناسبة هنا أكبر من أن تقزم في علاقة ثنائية بين شخصين. جميل. وأنا أشرت إلى ذلك ضمن القصيدة. هي مأساة حقيقية، ولكن الوطن لم يعطيها يومئذ قيمتها. ما هي ظروف كتابتك له؟ أنا كنت استمعت للخبر طبعا بطريقة مفاجئة. أيوة. ولم أنتبه إليه لا عن طريق العويل داخل الأسرة. لأن الخبر نزل نزول الصاعقة، ولم يكن التواصل يومها متاحا حتى نعرف جلية الخبر. وعندما ذهبنا إلى المطار، مطار نواكشوط، وجدنا مشهدا أشبه ما يكون بيوم الحشر، حيث تنتظر النتائج، الناس مصائرها ونتائجها لا تعرف هل ستأخذ كتابها باليمين والكتاب بالشمال. وأنا شاعر كنت أشاهد في سيفساء الجمال الحزن، فسيفساء الحزن في وجوه الناس في ذلك اليوم بشكل لا يتصور. لأن الناس كانت مفقودة مأخوذة، كل يسأل عما لا يعرف من ارتحل، من رحل في ذلك الصباح من أهله ولا من أقام، لأن وسائل التواصل لم تكن بتلك الحميمية ولا بتلك السرعة. الناحية، هذا هو المشهد الأول الذي تصوره القصيدة. ثم بعد ذلك اللقطة الثانية هي الأخبار القادمة من مطار تجبجة، حيث كانت المأساة وحجمها. فالناس كانت تسمع صراخ إخوانها وأبنائها وأبائها وأمهاتها داخل طائرة تحترق بين يديها، ولا تجد قدحا من الماء تسكبه على هؤلاء، حتى أن بعضهم كان يغامر بأن يأخذ الحجرة ويحاول به كسر نوافذ الطائرة قبل أن تحترق. الناس يسمعون تكبيرهم. رجعت إلى المنزل كتبت القصيدة؟ رجعت إلى المنزل وبدأت أكتب القصيدة، أحاول فيها المزج بين المشهدين ثم تجاوزهما إلى إحساسي الشخصي تجاه المأساة. استغرب مسألة دكتور، أنك كنت واعيا بإرادة الله في الأبيات الأخيرة، وهذا من الصعب على شخص في تلك اللحظة أن يكون واعيا بأن هذه إرادة الله. هذه اللحظة تأتي بعد الانفعال. هذه تعقيب على الانفعال. لذلك أنا أشير في ذلك في هذه اللحظة إلى أنني ربما كنت خارج التغطية، خارج سيطرتي، خارج الأدب مع الله. بل إن هناك بعض الأبيات التي حذفتها ولم أنشرها لأنها كانت خطيرة بحجم الفاجعة. أيوة. ولكنها ليست بحجم الإيمان والتسليم المطلوب. هل تحفظ القصيدة؟ أحفظ منها بعض. يودنا لو لأنني لا أحب كما تعرف قراءتها. ناحية ثانية أنا لأنني أعتذر عن قراءتها دائما. دائما تعتذر عن قراءتها. أستفسر مثلا لماذا يحب الناس أيوة الألم، وأقول ربما لا يحبون أبدا الألم إلا إذا كان جميلا أكثر من قبحه. جميل. أكثر من قبحه. أنت تعرف أن هناك نظرية الجمال القبيح. طبعا الجمال القبيح. هذه القصيدة تبدأ بهول المشهد،
وقبل أن نقرأها أود أن أشير إلى أن الإشاعات التي تحاك حول هذه القصيدة وحول مناسبتها ومحاولة تقزيمها وربطها بعلاقة شخصية للشاعر بالقصيدة هو رد فعل ربما هذا غير تصور لا أعرف حقيقته ولا يمكن أن نزكيه تزكية حقيقية ربما كان رد فعل على أن الشعراء في تلك الفترة لم يكتبوا قصيدة حول الموضوع غريب شعراء المشهورين الذين يكتبون قصائد في مواضيع أكثر تفاهة غريب وأكثر مناسباتية لم يرثوا هذه القصيدة غريب إذا تذكرت لن تجد شاعرا من الشعراء المشهورين لبس بمئة كلمة حول هذا الموضوع عجيب. ربما لأن السلطة يومها كانت لها موقف ولم يشاء أي شاعر أن يواجه السلطة بصوته منفردا جميل ربما كنت أنا الشخص الوحيد الذي تجرأ على ذلك فأرادوا أن لا يمنحوني هذا الشرف لا يمنحوني هذه الشجاعة يربطوها بأشياء تافهة المهم أقول في بدايتها فاجع ورزء مهول وأسى مطبق عريض طويل صدمة رجت الوجود فلم يبقى لدى من لهم عقول كل عين تزوغ في الأفق حيرة فترى الروح في الدموع تسيل كل قلب يمور بالفجع مورا فترى لبذبات حزن تجول في وجوه تذيبها حسرات وانصهار توتر وذهول بالدعاء غصت الحناجر حتى مات فيها الدعاء وذاب العويل والثواني الثكلاء تمر سنينا آدها اليأس والرجا المستحيل فوق كل الشفاه ظل السؤال خائف من جوابه لا يقيل أين أمي أبي أين أختي فجع الكل سائل ومسؤول لا تسل فالركاب ماتوا جميعا عندما حان في المطال النزول شب فيها الحريق والكل يرنو لا مطافي إلا الدموع السيول هلكوا والأحضان تهفو إليهم أين لا أين للنجاة السبيل كم جمال وكم شباب وأحلام ومجد أحرقت يا عزرائيل ليس بين الحياة والموت إلا حاجز عندما يزاح ضئيل إن حدث الإنسان في ظلمة الغيب جهول ومعتم وكليل ليت شعري من كان يحسب هذه رحلة العمر ما وراها قفول رحلوا يستحثهم ألف شوق وصلوا فابتدى المدى يستطيل يا لها تضاريس مأساة بقلبي محفورة لا تزول إلى آخر القصيدة مؤلمة الحقيقة المؤلمة التي لا غريب حدثنا عن غناء المرحوم الخليفة وليدة هل اتصل بك أم وجد القصيدة أم هذه أيضا قصيدة أخرى الخليفة لم يتصل بي ولم يشعرني بأنه غنى القصيدة وأنا ربما لم أسمعها إلا بعد مضي زمن طويل عليها ربما سمعتها بالصدفة في تاكسي أو في سيارة غريب تغنى هكذا رغم علاقتك به ولذلك كان في القصائد على جمال غنائها وعلى صحة نصها في غالب الأحيان بعض الهفوات الناتجة عن أنها لم تصحح من المصدر يعني يتصل بك من الأصل وأذكر أن المرحوم الخليفة اتصل علي بعد ذلك 98 تقريبا أو 99 وطلب مني أن أصحح له النص ليعيد قراءته من جديد فقلت له إن القضية الآن قد خرجت من نص شاع يعني أصبح بيد الناس بطريقتي جميل دكتور قبل أن ندخل في قضايا لازلنا في القضايا المتعلقة بك شخصيا غامرت مرة وترشحت للبرلمانيات حدثنا عن السر في أسباب أولا هذه المغامرة هل كانت بالنسبة لك مغامرة أم هي ردة فعل على موقف حدث أنت الأستاذ الذي يدرس في الثانوية يترشح الانتخابات البرلمانية بمواجهة أباطرة المال يومها وأباطرة السياسة وكان طلبتك من الذين يقودون حملتك حدثنا عن هذه الحملة وعن ترشحك لتلك البرلمانية وسنة كم هي أعتقد هي سنة 1996 وكانت مغامرة لأني أحب المغامرات أحب الخروج على القواقع التي يخنق فيها الإنسان نفسه وأعتقد أن ترشيحي في تلك الفترة كان استمرارا لرسالتي التعليمية فالمعلم ينشر
قيمه ومبادئه في دائرة ضيقة وبين أربع جدران هي الفصل المدرسي. ثم إذا أتيح له أن ينشر رؤيته التربوية والثقافية والفكرية إذا صح التعبير ففي دائرة أصدقائه ومن لهم به علاقة حميم. فإذا أتيح له فرصة ترشح يمكن أن يصحح من خلالها الخطاب السائد حول الترشح وحول الانتخاب وحول طبيعة الترشحات. كان السائد يومها أن المرشحين إما حزبيين وإما مستقلين، والمرشح المستقل ليست له مصداقية لأنه لا يترشح مستقلا إلا من أجل لفت الانتباه إليه ليبيع موقفه تحت الطاولة أو فوق الطاولة في المزاد العلني أو في المزاد السري. جميل. أردت أن أقدم خلال هذه المغامرة خطابا مختلفا عن الخطاب الذي يقدمه المرشحون للبرلمانيات. أيوة. لأن أغلب المرشحين في هذه الفترة كانوا رهيني خطاب البلدية. أيوة. ومؤسسة البلدية تختلف عن مؤسسة البرلمان. أيوة. وصلاحيات العمدة تختلف عن صلاحيات النائب. لذلك كنت ترى خطابهم الانتخابي برنامجهم الانتخابي منتسخ أو مستنسخ من خطاب التجربة البلدية لأنها هي السابقة زمنيا والسابقة سياسيا. فترى أحد البرلمانيين في حملة الانتخابية يعيد الناس بأنه سوف يوزع عليهم الإسعافات أو بأنه سيقيم لهم يعبد لهم بعض الطرق أو بأنه سوف. هذه ليست صلاحيات البرلمان وليست هي صلاحيات النائب، مما يعني أن المرشحين يومها لم يكونوا على وعي حقيقي بالرسالة المنوطة بها بهم ولا الرسالة التي يريدون تأديتها. إذا الترشح لم يكن واعيا. جميل. فكان من كما أعلم قواعد اللغة العربية وأعلم البعد التربوي لأنه جزء من المسؤولية. كيف اختمرت الفكرة في ذهنك؟ كنت أرى الناس ينساقون بغوغائية ربما إلى مواقف السلطة ولا أجد من لدي الشجاعة على الوقوف حقيقة ضد هذه المواقف. جميل. وكنت أريد أن أقول للناس إن الشاب الفقير المجرد من كل الإمكانيات غير العزيمة وحده يمكن أن يقف في مهب الريح أمام العاصفة ولا يحن رأسه لأي إرادة كانت، بما فيها إرادة الأسرة وبما فيها إرادة القبيلة وبما فيها إرادة الجهة وبما فيها إرادة الحزب وبما فيها إرادة الحركة الفكرية وبما فيها إرادة الدولة والسلطة والمال والأعمال والمناصب والامتيازات التي كانت تقسم جزافا لكل من أراد ذلك بطريقة ما. هذه الرسالة رسالة سامية وتحتاج إلى التضحية، وقد قررت أن أخوض هذه التجربة. وعندما أعلنت عن ذلك تعرضت لكثير من الضغوط القبلية والسياسية وغيرها وقاومت ذلك حتى النهاية. وكانت أيضا نتائج الترشح مفاجئة بالنسبة لي أنا شخصيا المترشح ومفاجئة حتى بالنسبة للشركاء والمراقبين السياسيين حتى من أين مولت حملتك؟ في الحقيقة كان معي بعض دعمني بعض الشباب وقاموا بحملة موازية جمعوا من خلالها تبرعات مبلغ يعني. تبرع أنا لم أساهم في جمع هذا المبلغ ولم أساهم أيضا في تسييره ولا في أخذ فلس منه. عندما انتهت بدأت الحملة سألت محاسبهم الليلة الأولى قبل انطلاق الحملة بدقائق كثيرة ماذا حصل عندك؟ فقال عندي 26,000 الليلة قبل ليلة انطلاق الحملة. عجيب. أما بالنسبة لي أنا شخصيا فقد مولت نفسي ب استدانة راتبي حوالي سنتين تقريبا. مغامرة يعني أنت كنت تغامر يعني سنتين. وكنت أسير به
حركاتي في تاكسي او في الحافله لا ابالي. انت لست انت مرشح ولا تملك سياره؟ لا املك سياره وحتى الان قاعد املك حتى الان حتى الان دكتور لكن لكن اذا انا صعلوك تهبط اوراقك تهبط اوراقك لا يقص كذلك. انا كنت اسجل نفسي بهذا المبلغ الشخصي وتركت لشبابي حملتهم وأظن أنهم حصلوا على مبالغ تصل إلى حوالي مئات بضع مئات. أنا لم أشارك في تسييرها أبدا ولا المهم أن الانطلاقة كانت عجيبة وغريبة. في الليلة التي انطلقت فيها الحملة كانت هناك عدة أحزاب وتشكيلات سياسية معارضة. دكتور أذكر المشاهدين بأنني أستقبل الأسئلة على الفيسبوك إذا كان أي شخص يريد أن يطرح عليك سؤال على صفحة البرنامج وعلى صفحتي الشخصية. تفضل. سألت ما هو الطاقم طاقم السيارات أسطول السيارات الذي سوف يدعمنا في هذه الحملة. فوجدت أحدهم تطوع لي بأردوس. أردوس كانت يومها سيارة ثمانينات تسعينات يعني. وأحدهم جاء بسيرسانكا وأحدهم جاء بحافلة مفترئة جزاه الله خيرا وسيارة رابعة. هذا هو الأسطول الذي أخذنا به الحمل. كان خطاب الافتتاح خطاب يعزف على البعد النفسي هو النفسية. قلت لهم الحزب الحاكم لديه أساطيل كبيرة من السيارات وسوف يجتاح بها الشارع وسوف يبدأ دورته داخل المقاطعة من رأسها إلى رأسها إلى ساعات متأخرة من الليل. نريد من البداية أن نؤكد لهذا الأسطول الكبير أننا قادرون على مواجهته بإمكانياتنا المتواضعة ولن نقف عن الحركة داخل مسار الحملة حتى يتوقف. كنت مرشح في تجنين. كنت مرشحا في تجنين. هذا بالإضافة إلى أنني كنت أملك نشيدا جميلا جميل. وبصوت جميل سدوم الليد وبكلمات أيضا جميلة وببحر متميز لأنه بحر مريميد. بركان نذكر شنو الكلمات نذكر كلمات ولكن لا ما نبقى نقولها لا بعد القافل الأول نقول للمشاهدين ما يمكن ما أجد فيها حرجا. جميل تفضل. أجد فيها حرجا. هكذا بدأت الحملة. وأذكر أيضا أن بعض الأصدقاء كان هناك اتحاد بين حزب تكتل يومها كان اتحاد قوى التقدم وحزب الطليعة كان موجود البعثيين وحركة الإسلامية يومها لم تكن حزبا. أيوة صحيح. هذه الأحزاب الثلاثة كانت متحالفة ضد الحزب الحاكم يعني حزب الجمهورية يوم. حزب الجمهورية يوم. وأذكر أن المشرفين على الحملة من هذه التشكيلات كلها كانوا أصدقاء بحكم المهنة لأنهم دائما من حقل التعليم. صحيح. وفي البداية نصحوني بأن لا أقيم مهرجانا علنيا وفي مكان مفتوح حتى لا يكتشف الناس حجم شعبية جميل. فهذا أيضا يدخل في سياق المغامرة. فقلت لهم أنا لست مثلكم. أنتم حركات وأحزاب ومؤسسات سياسية وقادتكم زعماء وإذا كانت شعبيتكم ضئيلة فهذا يؤثر في شخصيتكم ويؤثر في مصداقيتكم. أما أنا فلست شيئا من ذلك. لا أنا حركة ولا أنا زعيم ولا أنا شيخ قبيلة ولا أنا بالتالي لا أخجل من أن تكون شعبيتي قليلة. وانطلاقا من هذا سوف أقوم بخلاف جميع ما نصحتموني به. سأختار المكان ولكن كان هناك في الحقيقة تخطيط واعي بتسيير الحمد. قلت عندما جئت للحاكم قلت أنني سأختار الحزام الأخضر ساحة الحزام الأخضر وهي ساحة مفتوحة وكبيرة وكبيرة
وقلت انني ساختار للتوقيت السادس اكتوبر، السادس من اكتوبر. وكانت عندي حصه في الاذاعه وحصه في جريده الشعب وحصه في التلفزه. قلت ساترك الحصص الاعلاميه حتى تكون دعايه للمهرجان. اخرت توقيت المهرجان ليدخل الطلاب لانهم هم القوه الضاربه صحيح بالنسبه لي. صحيح. وانا اعرف ايضا ان ابائهم اباء التلاميذ سوف يستجلبونهم من البوادي ليستكثرون ليستكثروا بهم ويستقوا صحيح في الحملة. جميل. اخترت المكان عن وعي أيضا لأن هناك ظل في المساء، هناك ظل للمشروع. أيوة. واتجاه مخالف للشمس، معاكس لاتجاه الشمس. والنقطة نقطة واصل بين تجنين وبوحديدة. فالقريب وعلى هامش الشارع العام. إذا من هو في المنطقة القريبة من بوحديدة يمكن أن يصل المهرجان ماشيا، ومن هو أيضا في المنطقة القريبة من بوحديدة يمكن أن يصله ماشيا، ومن أراد أن يصله أيضا عن طريق الباصات فهي متوفرة وزهيدة، وأنا ليست لي سيارات أحمل فيها الناس ولا أعبئهم بها. الناحية الثانية كما قلت في الليلة التي سنقيم فيها المهرجان كانت حصتي في الإذاعة وحصتي أيضا في التلفزة ولدي 4 دقائق فقط. فتكلمت عن برنامجي وعن مشروعي، وعندما وصلت إلى النهاية قلت أعتقد أن المشروع أو البرنامج الذي أريد أن أحققه من خلال هذا الترشح لا تتسع له الدقائق 4 المتاحة الآن، ومن أراد أن يتوسع في ذلك فليأتني في المهرجان. جميل. من خلال ذلك دعايتك. إذا كانت مغامرة الحقيقة. كانت مغامرة. والعجيب في الأمر أن المهرجان حضره ما لم يحضر أي مهرجان شعبي في تلك الحملة. عجيب. خلال في داخل وكنت أذكر في خطابي داخل المهرجان أنني قلت أن الحزب الجمهوري حضره الكثير من السيارات ولكن السيارات لا تصوت. والسيارات مجلوبة من مقاطعة نواكشوط الأخرى ومجلوبة حتى من الداخل واستجلبت معها أيضا ناس. أما من أتوني فلم يأتوا في السيارات ولم يستجلبوا ولم يتعرضوا لضغط، وإنما أتوا رغم الترهيب والترغيب، ومعنى ذلك أن أصواتهم أكثر صدقية وأكثر جدية من أصوات الآخرين، وحضورهم وحده يكفي وحتى لو لم يسمح لهم بأن يصوتوا. جميل. إذن دكتور هذه كانت مغامرة. قبل أن ندخل في مجال طبعا ديوان محمد لادبو في مجال هذا الشعر، بودي لو تحدثت معك أو حدثتني عن المقالات، بودي لو أخذ المصور أخذ هذه المقالات التي نشرتها في بعض المجلات المحكمة. هذه المقالات لم تجمعها الآن في كتاب، يعني لم تجمع مقالاتك النقدية. أنت صدر لك هذا الكتاب، كتاب صدر لك عن في الشارقة، دائرة الشارقة. بدي لو المخرج أحمد سالم البوط، هذا هو الإيقاع في المقامات اللزومية للسرقسطي، وهو كتاب رائع طبعا. أعتقد أنها أول دراسة عن لزوميات سرقسطي. نعم. أول دراسة عن إيقاعية عن لزوميات. صدر لك أيضا هذا الديوان عن وزارة الثقافة الجزائرية، رحلة الحاء والباء متبوع بتأبط أوراقا للأعمال الشعرية الأولى. وأنت تعرف أن أو المشاهد قد لا يعرف أن هذا أنهم ديوانان، ولكن يجمعهما شيء خاص، يعني شكلها مرحلة معينة. هذا أيضا مقال صدر لك في أي مجلة هذه؟ مجلة تعالوا. مجلة تعالوا هي مجلة ليبية محكمة. نعم. جامعة سرت. ما هو المقال الذي نشر فيها؟ الشعر الجاهلي والشعر الحساني. جميل. تقاطع بين الشعرين. الشعر الحساني. نعم. هل اقتصرت على موريتانيا ام منطقة الشعر الحساني ككل؟ جميل. هذا مجلة تصدر في اسبانيا. اسمها جامعة قاديس. جامعة قاديس الاندلس.
أندلس مغرب. أندلس مغرب، ما المقال الذي نشرت فيها؟ رسالة الهزلية لابن زيدون. جميل. قراءة في الوجه الآخر. جميل. وهي محكمة طبعا. هي محكمة. أنا طبعا إضافة لعشرات المقالات الموجودة هنا لك اللي في سيرتك الذاتية عن التي نشرتها في مجلات محكمة، قبل أن ندخل في هذا المجال بودي لو أعرف، أنت عشت فترة معينة في المغرب. نعم. امتزجت حتى بالشعب المغربي. نعم. حدثني عن الفوارق الثقافية بين جنوب المغرب وموريتانيا، تحدث عن الجنوب. نعم. أنت عشت هناك، حتى أنك أعتقد لديك مقال أو دراسة عن شعر الشاعرة الكبيرة خديجة مال عينين. صحيح. لديك دراسة نقدية حول هوية، طبعا شاعرة من كبار الشاعرات في المغرب. نعم. ومنطقة الشمال أفريقيا. نعم. حدثني عن، هل لاحظت أن هناك فوارق من الشعب، لا زال شعبا واحدا الوجدان ثقافية يعني؟ نعم، الوجدان الحساني. نعم. أو المجتمع الحساني. نعم. أينما كان. نعم. يتمتع بوجدان واحد. مم. وهذا الوجدان له نواة صلبة يصعب انصهارها في أي فضاء حضاري أو أي فضاء ثقافي أو اجتماعي. مم. وهذه خاصية عجيبة. مم. ربما تعرضت لها في مقال كتبته حول موريتانيا بلاد الاستثناءات. مم. فقلت إن هذا البلد يتمتع باستثناءات عجيبة وغريبة تميز هذا المجتمع، من ضمنها هذه الهشاشة المفترضة في مجتمع بدوي لم يخضع لسلطة مركزية قوية عبر التاريخ قبل وجود الدولة، ورغم ذلك لم تستطع هويته أو لم تقبل هويته أن تذوب في أي محيط آخر، لا محيط وافد ولا محيط مهاجر إليه. فإذا هاجرت تحافظ على هذه النواة الصلبة لهويتها الخاصة، وإذا هوجر إليها أيضا وحول طمسها فإنها تبقى صامدة. مثلا المستعمر الفرنسي لم يستطع النفوذ إلى عمق هذه الهوية، أفراد الجالية الذين يذهبون إلى هذه الدولة أو تلك ظلوا محافظين على عمقهم وعلى خصوصيتهم غير القادر. هذا غريب بالنسبة لمجتمع بدوي. نفس الشيء بالنسبة للمجتمع مجتمع البيضاني الموجود في المغرب، ما زال يحافظ على خصوصيته. أنت ناقد دكتور، أنت ناقد، هل الذائقة الشعرية عندنا في موريتانيا وهي لا زالت للأسف ذائقة تحفل بالعمود على حساب التجارب الشعرية الأخرى سواء كانت حرة أو ما يطلقون عليه قصيدة النثر؟ هل 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 نفس جنوب المغرب لا زال ايضا هو الاخر يحفل بالقصيده العموديه، لان هذه يبدو انها سمه يخص بها هذا 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 المجتمع؟ هذه تسمى الاذن الصحراويه. ايوه، الاذن الصحراويه كما تلاحظ في الادب العربي تحب الايقاع الرحب والايقاع المنداح على حسب سعه الصحراء نفسها وعلى حسب هدوئها وعمقها. لذلك ترتهن هذه الأذن للإيقاعات التي تناسب الفضاء البيئي من ناحية وتناسب التكوين الثقافي والمرجعي بالنسبة لساكنة أو سكان هذه البلاد. فمثلا أنا أعتقد أن الموريتانيين أكثر انفتاحا على القصيدة الحديثة من الصحراويين، لأن الصحراويين لا يحبون أبدا الشعر التفعيلي إطلاقا. غريب. وأغرب ما لاحظت في هذا أن هناك شاعرة تسمى أم الفضل من العينين أو أم الفضل عبد الحي، صدر لها ديوانان حتى الآن، وقد قدمت ديوانها الأخير وهو باقة بلون القلب، ولاحظت أنه يغلب عليه شعر تفعيلا حتى شعر النثر، رغم أنها تنتمي إلى بيئة إلى البيئتين، للبيئة الموريتانية من ناحية والبيئة الصحراوية من ناحية. وأعتقد أنها تقريبا هي الصوت الأكثر جنوح إلى هذه القصيدة، يعني هي ذائقة واحدة يعني. نعم. لا زالت هناك شعراء آخرون يكتبون قصيدة التفعيلة مثل صديقي الدكتور إسماعيل هموني، ولكن أنا واثق أن الذائقة ذائقة صحراوية، يعني هذا مصطلح أحسن، ذائقة صحراوية. صحراوية نشترك فيها نحن جميعا. أذن موسيقية صحراوية. جميل. دكتور، نص شعري فصيح تختاره لنا
قبل أن نطرح سؤال أو اثنين طرحهم بعض المشاهدين، ثم نجيش أيضا باب الشعر الحساني وبعض القضايا الأخرى. نعم. سأقرأ قصيدة بعنوان نزيف مشاعري. جميل. لأن هذه القصيدة أيضا أحبها لأنها تمثلني في بعض لحظاتي. أنا أقول دائما أنني لا أكتب القصيدة الفخرية إلا في لحظات الضعف، لأنها تشكل معادل موضوعي. جميل. للحالة التي أنت فيها. جميل. فأنت بحاجة إلى جرعة لتحدي. جميل. الواقع. رائع. أقول فيها: أيريبك الصمت الذي يغشاني؟ القلب يهذي تحت صمت لساني. الله. إني أراك ولا أراك لأنني دان بعيد منك حين تراني. الله. فأنا أشاركك المكان وربما أرتاد كونا خلف كل مكان. الله الله. إني غريب بين قومي ها هنا ليس المكان ولا الزمان زماني، أنا شاعر قد فاض في وجدانه نبع المعاني من يد الرحمن. الله. صمتي نزيف مشاعري. الله. وعبادتي ومقدس من الخطى هذيان. الله. ملكي وعرشي بيت شعر شاري في كل واد أمتطي هيمان. الله. رمض الرصيف أعز لي من مقعدي يحشو فمي وصرخة الأوطان. الله. لولا القصائد في فمي تعويذة لنسقت في دوامة الطوفان. الله الله. في تمتماتي ما تزال بقية من كبرياء الحرف من الأجنان. ربات عبقر قاسمت لي موثقا إن ذل شعري ضيعت عنواني. الله. أقسمت بالحرف الجميل وسره مالي بهجر الملهمات يداني. العازفات الشعر يكتب في دمي لحن الحياة بأروع الألحان. المانحات القلب معراجا للا أفق البهاء وسدرة الإحسان. الملبسات عيوننا عدساتها لنرى دبيب السحر في الأكوان. إن الوجود بدون عيني شاعر جذب كئيب باهت الألوان. وأنا أحب من الحياة جمالها القبح يؤلم مقلة الفنان. وطني المرجى جنة مفقودة للحب للإبداع للإيمان. أف على زمن يبلد حسه زبد يغشي جوهر الإنسان. وطني المرجى إن تفتني واقعا فأنا أحج إليك في وجداني. سأظل أركض خلف حلم أزرق مهما تناثر مثل خيط دخاني. أنا من يطارد نفسه في نفسه ويفوته الإنسان في الإنسان. الله 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 الله. قديم من أقدم نصوصك هذا. من أقدم نصوصي ولكن هي التي دخلت بها أمير الشعراء وراء الكواليس. جميل. إذن هذه وراء الكواليس على ذكر أمير الشعراء. السؤال الذي جاءني من أحد الإخوة يسأل عن حقيقة ما يدور في برنامج أمير الشعراء وخصوصا في النسخة التي شاركت فيها. الموريتانيون كما تعرف يستاؤون دائما من 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 بعض الانحيازات التي في البرامج التي أنت شاركت في برنامجين، برنامج أمير الشعراء برنامج آخر شاعر العرب، شاعر العرب في على قناة المستقلة. بالنسبة لبرنامج أمير الشعراء، هل لديك مآخذ أنت شخصيا بوصفك شاركت في البرنامج، وهل حقيقة ما يشاع من أن هناك ما يحدث وراء الكواليس وتحت الطاولة حقيقي يتعلق بهذا البرنامج؟ البرنامج كما كنا نتحدث هناك أحيانا من هو أكثر ملكية من الملك. جميل صحيح. معنى ذلك كنا نتحدث في الطريق عن ذلك. البرنامج إرادة ومشروع خير ومهم جدا بالنسبة للقصيدة. صحيح. وبالنسبة للشعر العربي وعلاقته مع الجمهور. وقد قدمنا بعض المآخذ لمدير أو رئيس الهيئة الثقافية في أبو ظبي. أنتم كمتسابقين؟ نحن كمتسابقين. أيوة. بعد نهاية النسخة. وطرحنا قضية التصويت وجشع الجهات المنظمة لهذا التصويت. وقال بالحرف الواحد إن الجمهور إن البرنامج لا يراهن على دخل التصويت. التصويت. لأنه تصرف عليه 50 مليون سنويا من ديوان حاكم أبي ظبي. جميل. بجميع تكاليفه. جميل.
تكاليف البرنامج. وقال أنا شخصيا لا أفهم الشعر، أنا إداري ولكنني قد قمت بإصلاحات إدارية في في هيئة الطيران المدني، فكلفت من طرف الأمير بإصلاحات أو بإعادة هيكلة الهيئة الثقافية، ولاحظت أن الجمهور لم يعد له علاقة بالقصيدة العربية، حتى الأمسيات لا يحضرها أحد، وإذا حضرها أيضا لا يستمعون إلى الشعر بشكل جيد، وحتى الشعراء لا يلقون قصائدهم بشكل جذاب ولا لافت للجمهور. فطرحت على مكتب للدراسات الاستراتيجية، مكتب شركة، هذا كلامه مكتب دراسات أمريكي للدراسات الاستراتيجية، حول الجدوائية المطلوبة من هذه الدراسة، كيف نعيد الجمهور إلى الشعر ونعيد الشعر إلى الجمهور. جميل. فاقترحوا لذلك بنية تحتية ثقافية رائعة، هي ما يسمى بشاطئ الراحة، مسرح شاطئ الراحة، وهو مصمم لإلقاء الشعر ولإخراج الشعر، ومزود بأرقى وسائل التصوير وبأرقى وسائل الإنارة وبأرقى المخرجين وبأرقى المصورين إلى غير ذلك، حتى أنك عندما يراد خلال هذا المهرجان أن تؤخذ منك صورة لتوضع مثلا على قائمة التصويت لك، تحتاج إلى أن يصورك عشرات اللقطات أحد المصريين وأحد الإنجليزيين وأحد الأمريكيين الحرفيين حتى يختاروا لك صورة تناسب المقام. جميل. إذن كل الوسائل التقنية وكل الوسائل اللوجستية متاحة لإنجاح هذا البرنامج. بقي قضية التصويت، قال إن التصويت برمج نظم في هذا المهرجان لأن البعد النفسي مهم في هذه المسابقات، حيث يشعر من يراهن عليك أنه يراهن على فرس ينتظر فوزه، وبالتالي سوف يتابع من راهن عليه حتى النهاية. جميل. هذا مما يربط الجمهور نفسيا بالشاعر الذي يراهن عليه. نقطة الضعف بالنسبة للبرنامج هي لجنة التحكيم. حتى نكون صريحين، هذه اللجنة كانت ملكية أكثر من الملك، فمنحت النسخة الأولى محابات للدولة المستضيفة، وانتظرنا أن تكون النسخة الثانية أكثر شفافية، أكثر تحررا، أكثر استقلالية، لكن الخطأ القاتل أن اللجنة ظلت هي اللجنة. لو أن اللجنة كانت تجدد كل نسخة لكان هناك مسابقتان متوازيتين، مسابقة في الشعر ومسابقة في النقد، وكان التنافس الموجود على مستوى الإبداع موجود على مستوى التأطير النقدي. فإذا كان هؤلاء الشعراء في هذه النسخة يريدون أن يكون الأفضل والأمثل، فإن هناك أيضا زمرة من النقاد تريد أن تثبت من خلال تحكيمها أنها الأفضل. جميل. والأجدر والأنذه. جميل. والأكثر. لكن هذا ما لم يحدث، لأن اللجنة ظلت هي اللجنة، وتكسرت بينها حواجز التحفظ، وأصبحت يمكن أن تتخذ ما شاءت من القرارات من تحت الطاولة ومن ردهات الفنادق وحتى من غرفها، حيث يشربون القهوة باستمرار ولا نهي ولا منتهي. الهيئة المنظمة تقول نحن لا نعرف الشعر، وهؤلاء نقاد وهم يحكمون بما شاء. حتى التصويت ليس نزيها، لأن هناك شعراء تعطى لهم أصوات لم تمنح لهم من طرف البلاد، لأن البلد الوحيد الذي يصوت وينفق المال من أجل التصويت هو موريتانيا. وهذا ما عرفه الجميع، سواء هيئة منظمة وسواء شعراء مشاركين، لأن نحن شارك معنا شعراء ينتمون إلى بلاد لا ينتهي عددها الديمغرافي، 80 مليون صحيح ينتمي إلى هذا الشاعر، وهو لا يحصل من خلالها على 5000 صوت. غريب. هناك شعراء ينتمون إلى بلاد غنية ومع ذلك لا يجدون من يجود عليهم بدرهم ولا بدينار، حتى أن بعضهم مثلا قال لي بعد انتهاء النسخة أنه عندما عاد إلى المدرسة التي يدرس فيها قال له أحد طلابه لقد صوتت لك 4 مرات، فقال له شكرا لك لأنك صوتت لي أكثر مما صوتت لي أبي، هو لم يصوت لي أكثر من مرتين. غريب. إذن التصويت في حد ذاته لم يكن نزيها، وأنا أعتقد
وهذا أقوله مثلا بالصدق وبكل الشفافية، أن أنا وأمير الشعراء سيد محمد والبنبا لم نبقى في الرهان في نسختنا إلا بفضل المستشار الثقافي في السفارة الموريتانية بأبي ظبي يومها. فعندما سقط تاكيتسك وسقط عبد الله والبونة رغم أن التصويت كان لصالحهم، حاول بمجهوده الخاص أن يتصل بالجهات المشرفة على التصويت، وقدم لهم نفسه باعتباره يتكلم باسم السفارة الموريتانية. جميل. قال لهم نحن لا نستطيع أن نتدخل في حكم اللجان النقدية، ولكننا نعرف حجم تصويتنا ولن نقبل أي تلاعب في الأصوات بالنسبة لشعرائنا الباقين، ومن تجرأ على ذلك فسوف نقيم عليه دعوى دولية قانونية. جميل. هذه هي الحماية التي حصلنا عليها، وهو لم ينتبه إليها في الحقيقة إلا بعد سقوط شعراء واضح أنهم كانوا سيكسبون الرهان من خلال التصويت حيث لا منافسة. هناك بعض الشعراء الذين تريد الهيئة المنظمة الشركة المنظمة أن تعطيهم بعض الأصوات إذا لم يكن الموريتانيون مترشحون في تلك الحلقة، ويقولون إن الموريتانيين صوتوا له، ولكن هذا غير لعب بالأصوات. جميل جميل. إذا هذه قصة، ما هي قصة برنامج شاعر العرب؟ شاعر العرب كان خطأه الكبير أن أن أنه يستقبل مشاركين من بلاد لا يوفر لها مكاتب للتصويت ولا قنوات للتصويت. فأنا شاركت فيه وأعطتني اللجنة 80%، وكنت المرشح للفوز في تلك الحلقة، ولكن عندما لجأنا إلى التصويت نجح آخر القائمة. شاعر السوداني كان هو الأخير في القائمة، هو الذي نجح. نجح لأن السودانيين كالموريتانيين أصحاب دم حار وشعبية عارمة بالنسبة للشعر والشعراء وحمية، وبالتالي صوتوا لشاعرهم، وأنا لم أحصل على تصويت الموريتانيين داخل موريتانيا ولا على تصويت المغرب لأنه لم تكن هناك قنوات وليست هذه الفضيحة الوحيدة بالنسبة لهذه القناة. فقد شاركت بعد ذلك 2010 في مسابقة أفضل قصيدة في الأم. أيوة. وكتبت فيها قصيدة أعتقد أنها قصيدة جميلة جدا بالنسبة لذوقي وبالنسبة للائقتي النقدية وبالنسبة أيضا لبعض من قرأها سمعها، وكانت المفاجأة العجيبة أنها لم توفق حتى في اجتيازي الدور الابتدائي، حكم عليها بأنها غير صالحة للمنافسة. لا. لا. لا تنافس لا تنافس، حكم عليها بالقصائد من ضمن القصائد المقصية مبدئيا. جميل. في الأدوار الأولى. إذا المسابقات ملعونة ومصابة بفيروسات تفسد حتى صدقيتها، تفسد طموحها الثقافي والفكري الذي يراد لها، وتوفر تنفق فيه أموال طائلة أحيانا كما هو بالنسبة لأمير الشعراء. جميل. إذا دكتور، هذا طبعا رد على بعض الأسئلة التي طرحها المشاهدون. الآن نلج باب الشعر الحسني. دكتور، بالنسبة لك شخصيا، هل تكتب الشعر الحسني؟ نعم، أكتبه تحت الطلب. تعرفني أنا، هذا هو ثمن الزمن الساكن معاك في المغرب، ما نقول هارك الحساني. ما قد قلت لي يوم من الأيام أنك تكتب لغة. ما نقوله. أول ظرف بعد لابد أن تقولنا طلع. شوف أن طلع من أغنياك أنت، عقب ذاك ننزلوا لغنى أغنايا يقولوا المغنيين أنه موزي. أخيرا وأنا في قطر كان هناك برنامج تلفزيوني وقدم قاف محمد داود إبراهيم في قطر. أنا في قطر. أنت في قطر. استمعت للبرنامج في قطر، كنت أستمع له. برنامج هنا موريتانيا. برنامج موريتانيا. القاف هو لغنة فيه المقصد راهو. أيوة. فيه المعنى في البالغنة. شيء ما فيه المعنى راهو. شيء ما فيه المعنى ما هو لغنة. لغنة فيه المعنى. زين حتى. وطلب مقدم البرنامج من المستمعين المشاهدين أن يطلعوا.
كان معي احد الاصدقاء فاقترح علي ان نطلع. قلت له انا ماني مغني. قال لي لازم نطلع. كتبت طلعه هي على كل حال غير خربشات، اردت من خلالها فلسفه الموضوع بطريقه تربطه بشخص بلحظه راهنه بالنسبه لي. ايوه قلت له عمر الانسان لا معنى يلود له، فمن اين يراه؟ انا سايح في تراب الله، مراد المعنى يجمعنا. زين حتى المال يجي يمشي معناه، ما هو جوهر يعطي معنى. زين حتى والعلم الدين الخلق الجا معناهم حقر ومسمع مجمعنا، وحقر شعره وغناه غناه، وزن المال اصمك ما سمعنا، وعاد النفاق الكذب اخاه، عين المعنى قط سمعنا، لغنا فيه المقصد راهو، فيه المعنى في البالغنا شي ما فيه المعنى راهو، ما هو الغنى في البالغنا. زين حتى الغنى في المعنى هذا غنى زين هذا. لا مو زين. درك انا عندك شي منو غزلي احيانا اذا طلب مني ان اقول قاف قلت شي ذكر قاف غزلي لك انت. ماني مذكر نقوله غير ما نذكره لان نقول تتمنى لا ما انا قابل تقول ما انا قابل تقول للمشاهدين ياسر من الروايه. اخر مره كنت في الجنوب في حفله من ذيك الحفلات جنوبية وضحها للمشاهدين جنوب المغرب. ايوه في مدينه اسزاك كان حفل كبير موسم اسزاك حضور كثير من الرجال البيضان ويحبون الغناء والطرب صحيح. والغناء ايضا بمعنى الشعر الحساني. وكان في كثير من الرجال الكبار، ولذلك كنت بحكم طبيعتنا وتربيتنا الموريتانيه لا استطيع ان اجلس مع الرجال الكبار في مجلس من هذا القبيل. جميل. فكنت انزوي مع بعض الاصدقاء في صالون اخر ليس هو الصالون الذي فيه. ايوه كانت الفنانة كومبان هي التي تنعش السهرة. وبعد ما سمعت كثير من القفان شرت إليها، قلت لها قاف، قلت لها مقيد راسي بالتقليد. راك انا ترى في الشور اللي كانت تقول لا راويه بعد. مقيد راسي بالتقليد والوقرص له قيد وفيدي. يا غير منين الطرب يزيد ما بقيد ما بقى راضي نقطع قيد. زين حتى زين حتى الله يلزمك. هي وهذه هذا قاف من الغنى الحساني من ما هو غزل. ايوه هذا طرب. لين نتحدث الان عن محمد لادبا. محمد لادبا هذا ظاهره من ظواهر الشعر الموريتاني الحساني اساسا. ولا نعرف كان من اهل الشعر الفصيح، رغم اني نعرف ان الشيخ احمد والده شاعر من شعراء الشعر الفصيح المعروفين. سابق ندخل محمد لادبا، هناك استشكال عندي، خالقين بيتين ينسبوا للشيخ احمد حول بناء قصر البركه. ذكرهم هم ذو كلو صحيح لو يعني ليست نسبه. لا ليست. انا وجدت انهم ينسبون له رغم ان الشخص لا يتاكد من كانوا بيات الشيخ احمد لادبا، لان الشيخ احمد لادبا الان الاطلال الباقيه من 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 قصر البركه اكبر دار موجوده فيها هي دار الشيخ احمد لادبا، وكانت طابقين، كانت تتكون من طابقين، ودار كبيرة جدا وكان لها قوس تدخل منه القوافل المحملة بالميرة، وكانت هناك دار. وهو شاهد على بعض تأسيسات قصر البركة، حتى لا أقول التأسيس الأول لأن التأسيس الأول قبل الشيخ أحمد لادبا، لكن كان القصر يبنى ويهدم في الحروب الدائرة بين سكان المنطقة في تلك الفترة، أو يقطع نخيله أحيانا ويتعرض لبعض. هو يقول أباني قصر البركة. أيوة. شيد هو ابنه. أيوة. أباني قصر البركة شيد هو ابنه وقرت حايانا على القصر وابنه. فذا العالم العلوي الله راض بناءه، وذا العالم السفلي جنة عدن. جنة عدن هي صحيح. ولديه قصيدة أخرى حول تأنيب الضمير، حول الاهتمام بالأمور الدنيوية، لأن الشيخ أحمد كان له بعده الصوفي. صوفي. رغم أنها صوفية لا تتنازل عن الأبهة، ولكن دائما هذا مكون أساسي من مكونات ذات الكنتية في الشعر. فرغم أنها ليست
متقشفة في صوفيتها ولا متزمتة في صوفيتها، فإن هاجس الخوف من الله حاضر دائما، وتأنيب الشاعر والشيخ لنفسه حاضر دائما كمكون أساسي من مكونات القصيدة في هذه البيئة. مثلا هو لديه قصيدة أخرى يقول فيها قل الذي قد في سياق بناء للدار هذه أيوة. الفخمة الكبيرة أيوة. يقول قل الذي قد بنى ما ليس يعمره وفضل خالقه في الدهر يغمره، قل الذي قد بنى ما ليس يعمره أيوة. لفت ملاحظ واضحة قل الذي قد بنى ما ليس يعمره وفضل خالقه في الدهر يغمره، والماء جار حواليه يهف كذا، والنسيم يصف القصي يصف الترف والثراء الموجود في هذه المنطقة، وهو يعاتب نفسه على الخداع بذلك. لكن قبل أن أدخل في السياق هذه القضية تحتاج إلى وقفة متأنية. صحيح. أنت تلاحظ أن الأخ حمول أدب أيوة. حاول القيام بجدول لتسلسل الشعراء داخل الأسرة. صحيح صحيح. أنا شخصيا في السنوات التي كنت معي في الجامعة أيوة. قمت ببحث للأستاذ محمد الظريف أستاذي أيوة. وأستاذك أخيرت. حول أسرة أهل أدب بيت الشعر أيوة. و هذا هو ديوان محمد الأدب الذي جمعه وحققه الأستاذ حمى الأدب. إذن هو قام بجدولة أيوة. أو برسم شجرة يعني. رسم شجرة لسلالة الشعر أيوة. داخل الأسرة هلا دبا يعني. نعم. ولكن أنا قمت بالسلالة، قمت بتتبع البيت الشعري ما قبل الأسرة في إطاره الأوسع أيوة. في إطاره الأوسع حدثنا عن ذلك. ويمكن أيضا أن نتجاوز أيضا جدول الأخ حمى في الحاضر أيوة. لأنه هو قصره على محمد أدب ومعاصره وما قبله أيوة. من الأسرة أيوة. عندما نعود إلى هذا الكتاب إلى هذا البحث نجد أن بيوتات الشعر ظاهرة موجودة في النقد معروفة في النقد معروفة. صحيح. البيوتات تحدث عن ابن رشيق وتحدث عنها ابن الشعراء أيوة. وضربوا لها أمثلة كثيرة مثل بيت حسان بن ثابت، بيت جرير، بيت وعلى فكرة استخدمها من الموريتانيين أحد الإخوة الولاتيين، وجدت له مقال بعنوان بيوتات الشعر في ولاتة تحدث فيه عن الأسر الولاتية جي. هذه يعني. أنا كتبت أسرة أهل أدب بيت الشعر أيوة. بيت الشعر بين مزدوجتين لأنها فيها التورية نعم لأن هناك بيت شعر كمؤسسة وهناك بيت شعر أيوة. كقصيد أيوة. ولاحظت أنه حتى النشأة مبحث النشأة في النقد أيوة. وأنت مطلع على ذلك رغم أنها نشأة غائمة ولا أحد يمكن أن يضع يده صحيح. على نتائج حاسمة فيها أغلب من تعرضوا لها على مستوى الشعر الشعبي وعلى مستوى الشعر الفصيح أعادوا النشأتين إلى فردين من الأسرة الكنتي. فالأستاذ عبد الله بن حميدة في كتابه حول نشأة الشعر الفصيح ذكر أن قصيدة سيد عمرو الشيخ سيد محمد البكاي صحيح. حول القبة الخضراء من البدايات لأنها من البدايات صحيح. إن لم تكن هي البداية إن لم تكن هي الأولى بالنسبة للشعراء الشعر الشعبي أيضا يقال إن أول قاف في هذه المنطقة هو قاف للشيخ سيد محمد البكاي والد الأسرة الأسر أو الأفخاذ الموجودين من كنتا داخل موريتانيا. إذن النشأة الفصيحة رائدها جد كنت شرقي والشعر الشعبي أيضا رائده جد كنت موريتانيا كنت في موريتانيا هذا على حسب بعض الروايات التي ليست نهائية. إذا رجعنا إلى بعض المدونات المتاحة بالنسبة لي على الأقل أجد أن هذا الشعر بقي كلمة صار كلمة باقية في عقب هؤلاء وهذا شيء مجهول تماما بالنسبة للباحثين في الشعر الموريتاني في هذه المنطقة باستثناء يحيى ولد أحمد في كتابه ديوان الصحراء الذي حوالي أن يرصد حوالي 7000 بيت بالنسبة صحيح. لهذه المجموعة لكن أنا أيضا عندي مدونة خاصة بشعراء
بشعراء المنطقة الموريتانية أساساً، هو وسع دائرته في الصحراء الكبرى كلها. وأنا عندي مدونة اختصرت على الموريتانيين، لم أجد أي مجموعة من هذا الاتحاد الكبير إلا وفيها شعراء، ولكنني وجدته أيضاً أكثر تركزاً في الدائرة الأقرب إلى أهل الأدب، معناها أسرة أولاد بوسيف الخضر، حيث أن الأسطورة تقول أن هناك قصيدة تسمى الأربعينية. هذه القصيدة الأربعينية معناها أنه كانت هناك سلفة بالمفهوم العسكري، معناها طليعة عسكرية ستشارك في معركة حاسمة، اختيرت في البداية على أساس عسكري، ولكن كل فرد من هذه الطليعة قال بيتا من الشعر حتى أصبحت القصيدة أربعين. لا شك أن هذه أسطورة، هذا لا جدال فيه، ولكن الأسطورة لا تتأسس إلا على نواة من الواقع. صحيح صحيح، يوجد من هذه القصيدة الأربعينية حوالي بيتين فقط لكل واحد من، طبعا لفردين من الجماعة، أحدهما يقول غدت أرضنا والدهر ديدنه المكر، كأن لم يكن فيها حماء ولا مكر، فيقول له الآخر وأضحت ولا مرعا بها لخروفة، وكانت بها ترعى الهنيدات والعكر. ثم تدور القصيدة على بقية الأفضل. عندما يتجاوز هذه الأسطورة، وهي أسطورة بالفعل، ولكن لساطر لها دلالتها، لها دلالتها، ليست عفوية، لا يمكن أن تنبت في سياق لا يسعفها. صحيح لا يسعفها. عندما نرجع إلى الدائرة الأضيق من ذلك، وهي دائرة أهل الطالب عمر والخيري، وهي الأسرة الكبيرة لأدب، نجد أن أغلب أفراد هذه الدائرة أيضا شعراء، فصيح وشعبي يعني. فصيح وشعبي. فمثلا سيد الأمين والد أدب نفسه، وهو سيد الأمين بن محمد للطالب عمر، نجد له قاف في هذه المعركة التي تذكر تاريخ تقريبي، يعني تاريخ 300 تقريبا وعشرين أو 1320 للهجرة تقريبا للهجرة. يقول فيها على ما أعتقد، يقول فيها عدنان المحاصر طمعة كان قاضي جماعة، وكانت مستنجد بها مستغاث بها، جاءها الصريخ من منطقة شجار في البراكنة، وليست شجار القريب من ألاق، وإنما شجار جنوب مقطع جار 60 كيلو تقريبا. كانت هناك معركة بين الجماعة، وأصبحوا يستغيثون بمجموعة أخرى في تيرس. هذا الصريخ عندما جاء قال له شيخ القبيلة لا يمكن أن نحسم في القضية بدون إذن القاضي. القاضي أعطى حكمه، وهو والد أدب، أعطى حكمه شعرا. فقال عدنان المحاصر طمع مرحان لقليم السرم، يا أولاد بسيف الرتعة ونازل الساحل حرموا. إذن هناك الشعر، وهناك شعر فصيح، وهناك شعر شعبي. هذه المعركة هي التي كانت فيها القصيدة الأربعينية. الأربعينية جميل. في الطريق إليها جميل. عندما نأتي إلى أعمام وإخوة سيد الأمين، اللي هم أعمام، نجد عندهم شعر فصيح موجودة منه نماذج في هذا البحث. ولكن أود أن أشير إلى قضية أخرى، أنه حتى الزريقة التي يعتقد أنها وليدة بيئة منطقة القبلة، وجدت عند هؤلاء الشعراء قبل شعرائها المعروفين في منطقة القبلة، مما يعني أن ريادتها ليست هناك وإنما هي هناك. جميل. خاصة في منطقة أجان، لأن أدب نفسه له زريقة معروفة، أمولا يجد لي بالمعارف والتقى وعلم النفوع صفه لن يكدر، وجد لي بشم ظرفه كركرية، إذا نشق الشمام منها تقرقرا، وإن يكمي من هذا اكتماء تخررت به الدوسة حتى يحسب الجون يشقرا. إذن هناك زريقة، وهناك أيضا أحد أبناء عمومته له زريقة أخرى يمكن أن نرجع إليها. أما بقية أفراد الأسرة فلديهم نماذج، إذا شئت أقرأ لك من بعضها. خذ لنا نماذج. مثلا هناك سيد الأمين، وسيد الأمين هناك أخ لسيد الأمين ابن محمد والد أدب اسمه المختار، والد محمد للطالب عمر، يقول أبدا من الشوق ما قد كنت أخفيه، وكنت أزعم أن لا شيء أبديه، أني مررت على ربع عهدت به أسماء، لا برح الوسمي يسقي
يسقيه. وكذلك ابن هذا الأخير أحمد بن المختار بن محمد يقول: ألا فعجبا يا قلب من ملك ذي الملك إذا انتلد الجوى وفي السفح من فصكي، وقد كنت لا أنفك بين منازل بها نط في جيدي تمائم بالسلك، بلاد بها كنا على رغم حاسد أمام الورى في العلم والحلم والملك. أما بالنسبة للزريقة فيقول ابن هذه الأسرة: يا من لمكتئب حيران والهان نائل المؤنس من أحياء آقانا، يبيت في الصمرة في برد يقبقبه ولا فراش يقيه الأرض قرسانا. ومن ضمن الأسرة أيضا أحدهم يقول: يا برد ما هب من نحو الأحباء من ناس من دب في صدر وأحشائي، هبت علي نسيمات تجدد لي ذكر الأوداء فمن لي بالأوداء. أما أشعر هذه الأسرة فهو أخ لآدب يسمى محمد ولد سيد الأمين، وكان من تلاميذ الشيخ سيد محمد والشيخ سيد المختار، وكان من نظراء الشيخ سيدي في الطريقة وفي العلم أيضا. والشعر يقول في إحدى قصائده: صب لنائكم جفاه هجوعه، تحنى على جمر الغرام ضلوعه الله، ويدوم كتمان الغرام ودمعه مغرم بمكتوم الغرام، يذيعه الله أبدا هواكم في سوادي فؤاده يجري فيجري بالدموع نجيعه. الله 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 الله، قصيدة رائعة ولديه قصائد كثيرة يمكن أن تحقق ديوانا. جميل. إلى آخر القائمة الطويلة بالنسبة لأدب هو الآخر كان شاعرا وجعلها كما قلت كلمة باقية في عقبه، بحيث أنه كان يلقن أبناء الشعر كما يفعل عن طريق التحنيك كما يسمى حنكهم بالشعر، بحيث يمكن أن نقول أنه كان يؤذن في أذن أحدهم ويقرأ قصيدة في أذنه الأخرى، أو يلقمه تمرة ويلقمه شعرا في نفس الوقت. لذلك كان يقول لابنه الشيخ أحمد يقول: إليك متنبئا بما سيكون عليه طبعا: إليك تضرب أكباد العطاميسي يا شيخ أحمد نبراس النباريسي، تسعى إليك رواد الحاج من بعد فيفلحون بتخويل وتقديسي. ويقول في ابنه محمد الحوار: إن الحوار محمدا سيسود ولقومه وعشيره سيقود. أما بالنسبة لنفسه كما سبق أن قلت لك من حيث تأنيب النفس على اتباع الهوى، فهو يقول: ألا أيها العبد الكثير المهيد، ألم ياني بعد الشيب منك نهوض، ألم ياني أن تسلو وللنفس بعد ما طغت جهدها واستخدمتك تروض. وحتى إجازته التي أخذها من يد الشيخ سيدية كانت شعرا ونثرا في نفس الوقت، فكما توجد لدينا إجازته بالنثر توجد إجازته بالشعر على لسان الشيخ سيدية الكبير، حيث يقول: لك الخير يرجى والمنى والأمان، وفيك لمكنون البيان بيان، براهن من ناسوت ذاتك أنبأت بما ينطوي في سرها ويصان. جميل. وأنك ميمون نقيب في آخر القصيدة. أما بالنسبة لأولاد أدب فهم أربعة، وكل واحد منهم كتب الشعر فصيحا وحسنا، فصيحا وشعبي. جميل. هناك سيدية شاعر يقول: ألا طرقتك اليسر من بعد ما عسري، بمسرد يسري الهم إما لنا تسري، أمامة عن واصل لنا بعد هجرنا، فأهلا بها من واصل بعدما هجري، مخبأة تسبي الحليمة بمنطق هو السحر لا السحر المؤدي إلى الكفر، وكنت على الآزام من قبل هجرها صبورا فأفنى هجرها ساحة صبري، فلما رأيت الهجر لا شك قاتلي على أنه لي دائما بالهوى يغري، لا يقول فقلت لها مهلا أمامة قصري عن الفتك بي فعل السفاهة والخسر، وإلا فإني من معاشر دأبهم إلى وتر التشمير والأخذ بالثأر. الله 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 الله. أما الشيخ أحمد فهو شاعر، شاعر معروف، له ديوان معروف. وهناك أخوه أيضا يسمى محمد الحوار، له هو الآخر قصيدة
بالنسبة للشيخ أحمد ممكن أن نقرأ نموذج عنده يقول فيه وبرق شرى وهنا فأغرى بي الوجدى يلوح على نجد ومن سكنوا نجدا أرقت له والقوم بالليل هجد وعيناي مما كان آلفة السهدى وليل دجا أرخى السدول معسعسا لقيت على رغم الرقيب به هندا. ثم يبدأ حوار بينه مع المحبوبة. شعر حواري كان من أصعب فقالت حفظت العهد قلت لها حفظت على ما كان منك لك العهد فقالت وبردي منه يا شب يا حب واقيا أنت تحب البردة قلت لها البردة ثم تمضي القصيدة رائع الله الحواري الجميل. بالنسبة لابنه محمد الحوار وهو غير معروف بالشعر لا تدري يا دكتور أن هذا يلبي لي رغبة لأنني منذ سنوات وأنا أشتغل هنا حتى في البرامج التي تعمل معي وحتى المقابلات أشتغل على هذه الإشكالية إشكالية عدم تدوين شعر المناطق الأخرى طبعاً. وهذا ما جعلني الآن أؤكد لك أو أطلب منك أن هذا البحث ينبغي أن ينشر حتى يطلع عليه الباحثون على الأقل لأنه يشكل شعر جهة على الأقل هذه جهة مثلا براكنة جزء من براكنة في المقال الذي نشرته في 94 حول خديجة بن تادر أيوة خنساء شنقة سنتحدث عنها لأنك لم تذكرها الآن نعم هذه سأذكرها كنت في الأحفاد أيوة قلت إن سبب كتابة هذا المقال يرجع إلى أن المدونات التي أنجزت حتى الآن عن الشعر الموريتاني كانت فيها مصادرة من خلال العناوين صحيح وكلها تدعي أنها شعر شنقيط أو شعر موريتانيا بينما هي لا تستوعب رغم أن المرحوم جمال في كتاب ضالة الأديب جمال الحسن جمال لنا معه قصة أيوة. طلابه لأن أنعم الله علينا بأنه هو الدكتور الوحيد الذي درسنا في جامعة نواكشوط في كلية الآداب وكان في فورة عطائه وعبقريته فقد جاءنا وهو متخرج في تلك السنة ووزع علينا رسالته وهي ما تزال مرقونة وأنجزنا بحوثنا حول مواضيعها وإشكالياتها وكان صدره أيضا يتسع لنقاشنا فكنا لن نقول له أستاذنا هذا ليس الشعر الشنقيطي وإنما هو حول 11 ديوان شنقيطي أما بقية مناطق الشنقيط كان يرد علينا بأن الباحث رهين مصادره صحيح وعندما أسعفته المصادر بعد ذلك بما يناقض هذه الأطروحة ذكر ذلك صحيح وبادر بنشره صحيح على عجل كما يبدو من طريقة النشر أنه نشره على عجل وقدم محاضرة في جامعة نواكشوط حول استدراكي صحيح ذكره في مقدمة ضالة الأديب موجود في هذا الكلام أنه يعتذر عن نعم هذا لا يزال قلت في مقدمة ذلك المقال أن للأسف أن مضطرين تحت طائلة كتاب تاريخنا الوطني أن نكتب تاريخ المناطق وتاريخ الأسر بحيث يكتب كل واحد هذه الدعوة قدمها العلامة حمدان للتاه هنا في هذا البرنامج أنه يرى أن تدوين الشعر وتدوين الأدب وتدوين الثقافة ككل ينبغي أن تناط به إما المناطق وإما الأسر وأعتقد أنه في السنوات الأخيرة صدر ديوان لثمرات الجنان من شعراء بني جاكان وهناك ديوان الشقراوية خاص بالشقراوية إلى آخره بدأت هناك أفكار بهذا القبيل تتعلق بالقبائل نحن كنا نجد حرجا في ذلك لأنه منطق قبلي أو منطق جنوبي أيوة صحيح ولكن هذا سيظل حاجزا صحيح الفترة التي كنا نشعر فيها بالحرج تجاه هذه الأشياء طمرت فيها صحيح آثار وعطاءات ونفائس مهمة جدا بحاجز القبيلة وبحاجز القرابة وبحاجز القرابة صحيح لماذا لا نحول هذا حتى أنك أنت لم تنجز رسالة تخرجها في الأدب على أسرتك أبدا يعني لا على أبدا غريب أبدا لم أنجزه لأن حاجز القرابة في الحقيقة أحيانا يكون معوق موضوعي ولكن أحيانا أيضا يكون ذكرت في هذا البحث أنه أحيانا يكون أدعى إلى الموضوعية جميل. لماذا؟ لأن عندما أنا مثلا في علاقتي بهذه الأسرة وبأشخاصها قد إذا مثلا رجع شخص غيري
أو ليس من المنطقة التي ينتمي إليها إلى آثار هذه الأسرة أو آثار هذه الجماعة في أصولها ومخطوطاتها، قد لا يعرف أن موقعيها هم الأشخاص أنفسهم، لأن الشيخ أحمد اللادب لن يوقع بالشيخ أحمد اللادب، وإنما سيوقع بأحمد بن عبد القادر. غريب. وأدب لن يوقع أي فتوى أو أي حكم له بأدب، وإنما سيوقعه بعبد القادر. غريب. وسيدية لن يوقعه بسيدية، وإنما سيوقعه بمحمد أو بسيد محمد. إذا من يعرف؟ من يعرف هذا غير الأسرة نفسها؟ جميل جميل. إذا تابعني مع ندخل الأحفاد الآن أم الأبناء؟ بالنسبة ما زلنا في أبناء. أيوة. حتى نصل إلى هذا الظاهرة. نعم. ظاهرة محمد. أدب هناك مثلاً محمد الحوار. أيوة. وهو والد الأسرة الموجودة في الحوض الغربي. يقول سلام مرتهن بالشوق والأسف حلف الأسى والجوى والأدمع الذرفي إلى زمال الورى مشك الشكات ومن هو الخليفة منا عز من خلفي. وهذا فيه تنصيب للشيخ أحمد باعتباره هو خليفة الأسرة، وقد كان كذلك بالفعل. هناك أخ رابع أو ثالث رابع بعد سيدية والشيخ أحمد، سيدية والشيخ أحمد ومحمد الحوار، هناك سيد محمد وهو لم يعاقب، ولكنه عقب الشعر، لم يعاقب أبناء ولكنه عقب الشعر كبقية إخوته. فهو يقول عبد شجاه، ربما القصيدة هذه لمحمد الحوار، هو يقول الحمد لله منشئ الخلق إن شاء بانيه من عدم مفنيه إن شاء، من ذليل حقير القدر من ساء إلى الجليل عظيم القدر إن شاء، تحية كرمت كالبدر في حسن كالشمس إن برزت غراء سراء، وبعد موجبه أني وحقكم أرجو الشفاء وأخشى الغم والداء. كانت عنده لثغاء بحيث ينطق الراء ميما نتيجة لغنة يعني وشيء من هذا القبيل. إذا هذه هي أفراد أسرة أدب. جميل. وجدنا الشعر في الجد. أيوه. وجدنا في أبناء الأمومة. أيوه. ووجدنا في الأبناء، وسوف نجده كذلك في الأحفاد. بالنسبة لخديجة وهي بنت سيدية ولا دبة، أنت هو من أطلق عليها تسمية خسا. أنا هو من أطلق عليها تسمية. الحمد لله أنني ذكرت ذلك في الأطروحة، وأخشى يكون قد نعم. المقال كان في جريدة أخبار الأسبوع المستقلة عدد 81/12/1993، وفي دعوت إلى كتابة الأدب المناطقي. مناطقي جميل. في تلك سميتها خنساء شنقيط لماذا؟ سميتها خنساء شنقيط لتطابق بينها وبين الخنساء، ليس دافعه فقط التقليد، وإنما تشابه في الظروف والمعطيات المحيطة بكل واحدة منهما. من الذي فقد؟ فكلاهما شاعرة. أيوة. وتنتمي إلى أسرة محترمة، وفقدت أبناء وإخوة أعزاء وتفرغت لرثائهم. جميل. هذه هي المعطيات المشتركة. خديجة لم ترث من أجل الرثاء حتى تكون خنساء، وإنما عاشت نفس الظروف ونفس الأسباب التي جعلت من الخنساء خنساء. جميل. إذن فقدت الأخوة، فقدت رثت الشيخ أحمد لادبة، وتكلمت أيضا عن بنائه لقرية النبط في. هل هناك شيء من شعرها يعني؟ نعم، موجود نص رثت به محمد لادبة، لأننا فضلنا أن يكون في محمد لادبة. أيوة. لأنه هو موضوعنا اللاحق إن شاء الله. قرابت بها يعني. ابن خ... ابن ابن خوها. ابن خوها. جميل. تابع. ابن عمه. ابن عمه. ابن عمه، لأنه هو للشيخ أحمد وهي من سيدية. جميل. أباتهم أخوت يعني. يقول صبرا فصبرا فما للبث من آسي إثر الذي شاءه الفعال بالناس. الله. حق الثناء على طلق اليدين ندان من هو للمرملات المطعم الكافي. غوث زعيم بني السيف قاطبة أهل الفضائل في رخص وإفلاسي لو كان يفدى بجمع الناس ذو كرم يفدى الفتى بجميع الناس من باسي أمست أواخي بناء المجد واهية غدا تماعيق عنها مجدها الراس. الله الله. شاعر. هذا نص جميل جدا. جميل. وكان من طريف أيضا في المقال الذي كتبت عنها أن هذه السيدة
لم تكن تنظر إلى الحياة بعين واحدة، وإنما كانت تنظر إلى الحياة بعينين وتعيشها أيضا بوجهيها. فهناك حلو يتقول في بعض قصائدها: الدهر شيمته، والدهر شيمته حلو وإمرار، إحلاء وإمرار. إذن هناك حلاوة ومرارة في الحياة، والشاعر هو من يترصد الوجهين. كانت ناقدة أيضا هي، ويتذوق طعمين. هي يقال إنها لم تكن مثقفة إلا بالسماع، معناها يعني كانت مثقفة ناقدة بالحسانية أعتقد، لأنني لدي قصة عندها نصوص غنائية. لدي قصة أن الشاعر الكبير الداهل سيد الأمين موجود في العصابة، نعم، ابنه الشاعر الكبير محمد إبراهيم، نعم، درسني في رسالة تخرج الأستاذ محمد إبراهيم عن شعر والده الداهل، هو شاعر معروف. أيوه يقول فيه أن خديجة أنه ذكر، وكان عندي أعتقد أن هناك علاقة بين الدا وخديجة من حيث علاقة الصداقة والأخوة، نعم، والقرابة، يعني أنها سمع أنه قرأ أمامها بعضا من شعره الحساني أو طلعة، فقالت له: أعتقد أن البتيت سبقك له وفلان اللي هو محمد الهدب، وكذا مخلينه لك الشعر، يعني ما يدل أن كانت عندها ذائقة. هي كانت لديها ما يشبه الصالون ثقافي، بمعنى أنها كانت سيدة مجتمع يلجأ إليها الشباب، فتقدم لهم بعض الأبيات من أجل إعرابها والنقاش حول تلك الأشياء، وتفتح لهم مواضيع سجال إما شعري فصيح أو شعري شعبي مع بعض أفراد المجتمع، ولها طلع ولها قفان في هذا السياق، كما أن لها نصوصا شعرية فصيحة. قلت لك أن بعضها أيضا لا يتعلق بالحزن والبكاء، وإنما يتعلق أيضا بالمسرات والأفراح، لأن الحياة وجهين. فهناك نصوص حول سيداتي لابو، هناك نصوص حول الشيخ لابو، ومواقف من مواقف الطربي. إذا نتحدث عن محمد لادب. محمد لادب هذا عندما قرأت ما كتبه أستاذ حمى في مقدمتي، مجرد استغربت من هذا الرجل. أولا هذا الرجل لم يجيب إلا البنات، صحيح؟ نعم. هذا الرجل كان ضعيف البنية. أولا نريد بالنسبة للمشاهدين أن تعطينا صورة قلمية أو صورة فوتوغرافية تصف فيها هذا الرجل، من حيث الشكل حسب ما وصلك من معلومات عنه، حيث الشكل حسب ما يقال أنه كانت لديه أعرج أو حاجة. حدثنا عن هذه محمد الأدب. ومن يسمع شعره يعتقد أنه أمام جبل من محمد الأدب كان يتميز بالجمال، كان جميل في حلقته، وكان يتسم بالطموح الكبير، كان يتسم بالشخصية الإبداعية ذات الحس المرهف العجيب، وكان ظاهرة بكل مقاييس. لم يكن حجمه، أما بالنسبة لحجمه فلم يكن كبيرا، وغالبا لا يحتاج الإنسان إلى حجم كبير. لا بأس بالقوم من طول ومن غلظ، جسم البغال وأحلام العصافير. إذن ليس بالأجسام وحدها يبنى الإنسان. وشاعر يقول أيضا العباس بن مرداس، وهو بالمناسبة ابن الخنساء، على ذكر الخنساء، يقول: ترى الرجل النحيف وتزدريه، وفي وتحت ثيابه الأسد الهصور. صحيح. محمد الأدب كان من هذا القبيل، كان من هذا القبيل، كان جسمه نحيلا، وقد تعرض في فترة من حياته لما كان يسمى بالزقار. وأصيب في مرحلة معينة بشبه الزحاف، لأنه هو يتحدث في توسلياته عن وقعاد بالسيف ننحاف لكن وقع الزحاف، معناه هو ليس لديه أي عقدة من هذا البعد. ولكن إذا كانت النفوس عظاما تعبت من مرادها الأجسام، كما يقول المتنبي. صحيح. إذن البعد الجسمي بالنسبة لمحمد الأدب كان موجودا، وكان كما قلت لا ينجب إلا البنات، وهذه مشيئة الله لا دخل لأحد بها. صح. رغم أنه كان يلتقي البيوتات العريقة ولا يتزوج إلا منها. صح. صح. فكل زيجاته أبناء مشايخ أو شيوخ. صحيح. زعمات. صحيح. هناك شجرة، لأن التخير للأبناء وللوريث دائما مهم جدا من ذوات الأصل والدين. قبل أن بالنسبة لمحمد الأدب، أنا كنت دائما لعلاقة طويلة بمحمد الأدب. هو كما قال الأخ
كنت أريد أن أعنون هذه الفقرة المتعلقة بالوريث بآية قرآنية: إن شانئك هو الأبتر. فشانئ محمد لا لبا هم البتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفي أبناؤه ولم يبق له إلا البنات، تضاحكت قريش وسخرت منه وقالت إنه صار أبتر، أي لا عقب له. فنزل القرآن يقول: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. محمد لا لبا أعطي كوثرا من الإبداع، صحيح. كان بالنسبة له هو الابن، كان بالنسبة له هو الوريث، كان بالنسبة له هو ظل الباقي، وكان بالنسبة له أيضا هو الأسرة، لأن اليوم كما قلت لك أنا كنت أتحدث عن أهل دبة، أسرة كلها شعراء، صح. ولكل واحد منها دواوين من الشعر الفصيح والشعر الشعبي، وله مستواه العلمي، فتاوى أحكام ومكانة اجتماعية إلى غير ذلك، كل هذا غطاه هذا الغرض الذي كان في سرعة المجتمع، ضريب. فأصبح كل من ينتمي إلى هذه الأسرة ينتمي إلى محمد الأدب الذي ليس له ابنه، ضريب. أنا شخصيا عندما أقدم نفسي في أي محفل من المحافل يقولون لي ابن محمد الأدب، وشاءت الأقدار وأن تكون بطاقة تعريفي التي أنجزتها في 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 فترة البطاقات السابقة، وربما بدون مشيئة مني دي محمد أدب، غريب، لأن والدي اسمه محمد الحوار، ولكن سقطت الحوار هو نفسه أيضا كان يسمى محمد الحوار، واليوم شمالي مليون محموم وبعدون الأوكار اللي هم الأوكار اليوم لعادت معاهم يكون فيها هذا وكر قيم لعات وحدات محمد الحوار، واحدة من طلعوا يقول معناه هو كان اسمه محمد الحوار. جميل دكتور، قبل أن ندخل في مضامين شعر محمد اللبن محمد الأدب، لأنه كما تعرف أنا شخصيا أسميه الشاعر الرومانسي في الحسانية، لأن كما تعرف لديه علاقة حميمية بالطبيعة، هذا الرجل لديه علاقة حميمية بالطبيعة، إضافة إلى أنني أعود إلى الكلمة التي قلتها في التقديم، أنني يقال أن شوقي كان يقول أنه يخاف على الفصحى من بيرام التونسي، حتى من يقرأ شعر محمد الأدب بعيدا عن كونه هو يبدع في العربية، المهم أن من يقرأ شعر هذا الرجل يخاف على العربية وصورها من صور هذا الرجل وإبداعي. الآن قبل أن ندخل في مضامين شعره، بودي لو اخترت طلعتين من شعره تختارهما لنا، واحدة في التوسل والأخرى إن شئت غزل إن شئت نسيب، تختارها لا تقرأ المشاهدين. بالنسبة لمحمد الأدب أيضا، هذا الرجل كان أيضا له خط إبداعي ومدرسة إبداعية لا تشبه غيره، فرغم أنه يتحدث في إطار غزله عن زوجاته داخل الدائرة الشرعية بسنة الله ورسوله، فإنه لا يتحدث عنهن بأسمائهن أبدا، بمعنى أن ليس هناك غزل بمفهومه الذي هو وصف للجسد ولمحاسن المرأة الجسدية، بقدر ما هنالك نسيب يرمز إلى المحبوبات عن طريق أطلالهن. جميل. فعندما يتحدث عن طلال معين وأنت تعرف الخريطة سوف تعرف عمن يتحدث دون أن يقول لك اسمها أبدا في أي قصيدة من قصائده. عندما يتحدث عن الرشيد أو عن الشريم أو عن قلتة البخي أو عن كدي أو عن تلك المناطق، فمعنى ذلك أنه يتحدث عن الخسارة مثل جي. وعندما يتحدث عن خيل محيميد أو المتيمش أو جارس العناق، فمعنى ذلك أنه يتحدث عن زينب بنت أحمد. وعندما يتحدث عن قطع لاج، فمعنى ذلك أنه يتحدث عن لالة بنت أحمد عبد. وعندما يتحدث عن كيبان وجقنا عقب تلك صرها، فمعنى ذلك أنه يتحدث عن مثل محيميد إلى آخر الخريطة الاجتماعية التي تطغى على الخريطة الجغرافية وتتماهى معها في الوقت نفسه. هذا الرجل عندما أقرأ له قصيدة، فلا أقرأ له قصيدة غزلية بقدر ما أقرأ له قصيدة كما قلت رومانسية أو وجدانية على الأصح، وأحيانا ذات بعد فلسفي أو بعد فكري. يقول مثلا واجع الأخلاق لبير، واجع الأخلاق إلى أبعاد، واد الرشيد وبرزاد واد الشريم وبر واد رجي والواد مراجع صدر ومراجع كل واد عاد وحيوان ناجع يا الراجع سابق ما نزاد تشباشي كانك راجع سيري نيمي ما تيتقاد ما تعطي فيه مراجع ونكورر بشوي غير بعد الشاف شوي متواجع راجع لشوي ما فيه حد
ألا تركاب ماشي. الله لا. هذه البنية وأنت تعرف ذلك باعتبارك ناقدا متمرسا، عندما تنظر إلى إقاعها سوف تجده إقاعا دائريا دائريا في بعض في فقرته الثانية، وخطيا وانسيابيا في الخطوة الثانية، لأنه كان في البداية رحلة في المكان منداحة في الأمكنة والأودية، ولكن عندما وصل إلى الوادي المقصود والمعهودي أصبحت القضية قضية دوران. وهنا يأتي ما يسمى برد بما يسمى بلزوم ما لا يلزم في القوافي، راجع مراجع راجع. هذا الرجوع والمراجعة الدائمة هي اللي ترجمها بن كورل بشوي، واجع الأخلاق إلى أبعاد، وهذا الرشيد وبرزاد، وهذا الشريم وبرواد، هاي رحلة في المكان. وهذا الرشيد وبرزاد الشريم وبرواد الواج مراجع، والواد مراجع صدره ومراجع كل واد عاد وحيوان وناجع، يا الراجع سابق ما نزاد تشباشي كانك راجع، سيدي نيمي ما تيد قاد ما تعطي في مراجع ونكرر بشوي غير بعد الشاف شوي متواجع، راجع لشوي ما في حد الا ترقاب ماشي. هذا في علاقتي بدراسات حول ريقع يذكرني بابيات للمتنبي، يكون فيها الايقاع عموديا ثم يصبح في لحظه معينه دائريا حسب مقتضيات السياق والمعنى. فمثلا عندما يقول بناها، وهو يصف الحدث الحمراء، أيوة بناها فأعلى والقنا يقرع القنا وموج المنايا وموج المنايا حولها متلاطمة. إذن شطر البيت يعطي إيقاع في البناء التصاعدي، ثم شطر الآخر يعطي جميل. دكتور المخرج يشير أو لا يشير، الوقت داهمنا، لكن هذه حلقة أولى، يعني أننا إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتابع مع حلقة أخرى مع شعر محمد لادب ومع شعرك أنت ومع دراساتك النقدية، وخصوصا كتابك الأول هذا الإيقاع في المقامات اللزومية للسرقسطي. إذن هذه حلقتنا الأولى، إن شاء الله مشاهدينا الكرام سنتابع مع الدكتور والناقد الكبير والشاعر الديول لادب في الأسبوع القادم إن شاء الله في الحلقة الثانية من هذا البرنامج الذي كان بودنا أن يطول الوقت حتى نتابع معه. شكرا بك دكتور، شكرا على سعة صدرك. مشاهدينا الكرام في ختام هذه الحلقة من برنامج الفضاء الثقافي لكم تحيات الطاقم الذي أشرف عليها كاملا والمخرج أحمد سالم البوبوط، وتحياتي الشيخ السيدي عبد الله، السلام عليكم. برنامج الفضاء الثقافي برعاية